أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني تبع عن الأول: إذا كان الابن يختم القرآن كل شهر ثم يديه إلى والده، هل يصل الثواب إلى الوالد أو تصل إليه هذه القراءة من القرآن؟ قراءة القرآن عمل بدني، العمل البدني لا تدخله النيابة، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذا عمل لا دليل عليه، لم يثبت أو لم يرد في السنة ولا في عمل أحد من السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدونه لأمواتهم، وإنما وردت الأدلة بالدعاء والصدقة والحج أو العمرة أو العلم النافع الذي ورثه من بعده انتفعوا به، فهذه تجري على الميت بعد موته. أما تلاوة القرآن فإنها لم يرد بها دليل، وأمور العبادة توقف فيها على الدليل. نعم.